المجوس ليلة الميلاد والتلج مغطيل تيجان لحقوا عالطريق بنجمة الميلاد لعند الطفل اللي اسمه يسوع. بالأصالة عن نفسي وباسم المجمع المقدس الذي لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية المصرية وباسم هيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب في مصر وفي الخارج وفي بلاد المهجر، أهنئكم جميعا بهذا العيد. وأود في البداية أن أرسل تحيات خاصة إلى كنائسنا القبطية الموجودة في بلاد كثيرة في العالم. أرسل التحية إلى الأباء الأساقفة والكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية، الأساقفة في الإبرشيات والأساقفة العموم، أيضا إلى الأسقف القبطي نيافة أنبامينا في كندا، والأساقفة في أمريكا اللاتينية في البرازيل نيافة أنبا أغاسون ونيافة أنبا يوسف في بوليفيا. أرسل أيضا التحية والتهنئة إلى مطراننا القبطي في أورشليم القدس نيافة الأنبا أبراهام، وإلى الأباء الأساقفة في السودان نيافة أنبا سربامون وأنبا إيليا، ونيافة أنبا أنطونيوس مرقس في جنوب أفريقيا، ونيافة الأنبا بولس في كينيا. أيضا أرسل التحية إلى الأباء الأساقفة في أوروبا ونيافة الأنبا كيرلوس الأسقف ميلانو والنائب البابوي للكنائس في أوروبا. كذلك أرسل التحية إلى الأباء الأساقفة في استراليا نيافة أنبا سوريال في ملبورن ونيافة أنبا دانييل في سيدني والأسقف نيافة الأنبا دانييل في الدير القبطي في سيدني. باسم كل الآباء نهنئكم جميعا بهذا العيد، ونرحب بكل الذين شرفونا وشاركونا في هذه الفرحة. اللواء أركان حرب صبر السيد كبير اليوران، وقد حضر للتهنئة بصحبة السيد رئيس، السيد الوزير اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة، والسيد اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس. أرسل لنا سيادة الدكتور إبراهيم الدكتور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة، وأناب عن سيادته لحضور القداس السيد طارق كمال رئيس الإدارة المركزية لمراسم مجلس الوزراء. أتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب
الذي قام بتهنئتنا بالعيد صباح اليوم مع لفيف من القيادات الدينية، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر، والشيخ محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق. نتوجه بشكر خالص إلى سيادة المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق. رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي حضر للمقر البابوي للتهنئة بالعيد في صباح هذا اليوم، كما أرسلنا فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين برقية تهنئة بالعيد السعيد. نود أن نشكر سيادة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي أرسل برقية للتهنئة بالعيد وأناب عنه وفدا رفيع المستوى لحضور الصلاة معنا، وضم الوفد السيد اللواء محمد العصار مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، السيد اللواء أركان حرب توحيد توفيق عبد السميع قائد المنطقة المركزية العسكرية، السيد اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح الكشكي مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، والسيد اللواء محسن محمود علي عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية. نود أن نشكر السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي يحضر معنا الصلاة اليوم في لفتة كريمة وعلى رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية، منهم السيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، السيد اللواء خالد حمدي مدير مكتب السيد الوزير، السيد اللواء صلاح حجازي مساعد وزير الداخلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، السيد اللواء صلاح أبو عقيل مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن، السيد اللواء خالد متولي مدير الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، والسيد اللواء حسين هاشم مدير الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة. يحضر معنا الصلاة والتهنئة بهذا العيد كل من السادة الوزراء الأحباء، السيد اللواء عادل لبيب وزير القوى المحلية، وزير التنمية المحلية، السيد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، والطيار حسام كمال أبو الخير وزير الطيران، الدكتورة ليلى اسكندر وزير التطوير العمراني والعشوائيات، الدكتور علي البلتاجي وزير الزراعة، والأستاذ منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، الدكتور
خالد عبد العزيز وزير الشباب، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، المهندس إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، السيد هاني قدري وزير المالية، المهندس هاني ضاحي وزير النقل، والدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار، والسيد السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية للمراسم مندوبا عن وزير الخارجية. حضر في صباح هذا اليوم للتهنئة بالعيد سيادة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، والسيد المستشار محفوظ صابر وزير العدل والوفد المرافق لسيادته. كما نشكر السيد اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني. ويحضر معنا من السادة المحافظين الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة. يحضر من أحبائنا السادة الوزراء والمحافظين السابقين ورجال الدولة الأستاذ الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، السيد عمرو موسى، السيد اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الأسبق، الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابق، السيد كمال أبو عيطة وزير القوى العامة العاملة والهجرة السابق، والأستاذة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابق، السيد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، السيد اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية الأسبق، والسيد اللواء مجدي أيوب محافظ قنا الأسبق، والدكتور قدري أبو حسين محافظ حلوان السابق، والدكتور طارق خضر محافظ دمياط السابق. يحضر معنا من السادة السفراء السيد السفير بشر حصاونة سفير الأردن وقد شرفنا بالزيارة بالأمس، الشيخ راشد خليفة سفير البحرين، السفير محمد الديري سفير إثيوبيا، السيد تروي لولا شميك السفير الكندي، والسيد رالف كينج سفير استراليا، والسيدة ماجدولينا شارلوت سفيرة السويد، والسيد ماركوس ليتنر سفير سويسرا، والسيد ماتسيرو ماساري سفير إيطاليا، والسيد بيتر كيفك سفير المجر، والسيد رافائيل فارجا سفير هولندا، والسيد توماس جولد بيرجر مستشار السفارة الأمريكية،
والسيد يان بيتنر القائم بأعمال السفير الألماني. حضر إلى المقر البابوي للتهنئة بالعيد السيد المستشار هشام بركات النائب العام والسيد المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى كما حضر معنا حضر بالأمس سيادة الأستاذ الدكتور مهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان للتهنئة بالعيد من رؤساء الهيئات القضائية يحضر معنا المستشار عمرو مروان مساعد وزير العدل والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر والمستشار خالد زين رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة والمستشار محمد عبد الشافعي المحامي العام المستشار محمد السيد رئيس مجلس محكمة جنوب القاهرة والمستشار أحمد أبو المكارم رئيس محكمة شمال القاهرة المستشار نبيل صليب رئيس لجنة العليا للانتخابات السابق يحضر معنا من الأحباء الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور أحمد النجار رئيس مؤسسة الأهرام والسيد سامح عاشور نقيب المحامين والمهندس طارق عزت نقيب المهندسين والسيد الدكتور علي السمان والشيخ مظهر شاهين والشيخ علي أبو العزائم رئيس الطرق الصوفية والأستاذ حسام المساح رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة سابقا الأستاذة فاطمة نعوت الشاعرة والكاتبة الصحفية السيد حمدي الفخراني والفنان سمير الإسكندراني والسيد هاني عزيز مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج ووزارة القوى العاملة يحضر معنا عدد كبير من الرؤساء والهيئات العليا للأحزاب التالية حزب الوفد المصريين الأحرار المصري الديمقراطي حزب مصر القومي حزب الثورة طيار الاستقلال الحزب الاجتماعي الحر الحزب المصري حزب مصر الفتاة حزب حماة الوطن حزب مصر القومي الحركة الوطنية وحزب الجيل الديمقراطي يباركنا ويحضر معنا الصلاة غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك الروم الكاثوليك الملكيين معه نيافة المطران يوسف زريعي مطران القدس يحضر معنا أيضا نيافة المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وقدس الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للإعلام وقد حضر في صباح اليوم السيد الدكتور القس صفوة البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية مع وفد من الكنيسة الإنجيلية نتوجه بالشكر لرجال الشرطة
الذين يتعبون كثيرا، نخص اللواء اللواء علي الدمرداش مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، واللواء حمدي مجاهد مساعد الوزير لقطاع الشمال، واللواء علاء الدجوي مدير المرور لشمال القاهرة، واللواء إبراهيم بقطر مساعد مدير أمن فرقة الزيتون، والعميد باسم شعراوي مأمور قسم الويدي. كما أرسل لنا عديد من السادة الوزراء والسادة المحافظين والسادة السفراء برقيات للتهنئة بالعيد، نشكر وزارة الإعلام والاتحاد العام للإذاعة والتلفزيون المصري لنقل الصلاة على الهواء مباشرة، كذلك جميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية والإذاعة المصرية، جميع وكالات الأنباء المحلية والعالمية، وجميع الصحف والمجلات التي تقوم بتغطية الصلاة معنا. نشكر جميع النقابات والهيئات الحكومية التي تشارك معنا، وقد باركنا بالأمس غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر على رأس وفد من الأباء المطارنة في الكنيسة القبطية وبعض الأحباء معهم. إننا نشكركم جميعا لمحبتكم وحضوركم ومشاركتكم معنا في فرحة هذا العيد. عيد الميلاد المجيد نفتتح به العام الجديد. عندما خلق الله الإنسان تمتع الإنسان بأن يكون في حضرة الله، وتمتع عندما خلقه آدم وحواء في البدء أن صار الإنسان في معية مع الله، وتمتع بالوجود في الحضور في الحضرة الإلهية. ولكن جاءت الخطية، والخطية في أبسط معناها هي كسر الوصية الإلهية، لأن كسر الوصية هو كسر للطاعة، وكسر الوصية أيضا يجرح مشاعر الله التي يعطيها لنا نحن صنعة يديه. ويمكن أن نختبر ذلك عندما تجد ابنك لا يستمع إلى نصيحتك، فإنك تشعر بمشاعر داخلية. جاءت الخطية وبدأ السقوط، وانفصل الإنسان عن الله وطرد. وعندما صار بعيدا عن المعية الإلهية صار يفكر في عبادات بديلة، تارة يفكر في الحيوانات لكي ما يعبدها، وتارة يفكر في الفلك والنجوم والبحر والجبال ليعبدها، وتارة يفكر في الأوثان ويصنعها بيديه ثم يعبدها في العبادات الوثنية المتعددة. وبعد أن أرهقته الحيل صار يفكر في نفسه لكي ما يعبد ذاته، واتجه الإنسان وبدأ رحلة الظلمة، ظلمة الخطية، يبتعد عن الله في عبادات كثيرة جعلته بعيدا وشريدا ووحيدا، وكأنه يعيش في فراغ. عاش الإنسان يعبد ذاته، وصارت ذاته أمامه بأي صورة من الصور، في شهوات، في رغبات، إلى آخره.
ثم أيضا صار حاله رديا، فبدأ يتجه إلى العنف لأنه عاش الأنانية. وعندما مارس الإنسان أنانيته اتجه إلى الصراع وإلى العنف بكل صوره. ثم الأمر الثالث أنه عاش بالخوف، فصار الإنسان كائنا خائفا. حتى في ساعات الفرح عندما يفرح كثيرا يقول لنفسه كده اللهم اجعله خير وهو بيفرح، فصار الخوف يسكن قلبه. وصارت هذه الضعفات الثلاثة، الذات والأنانية والخوف، تشكل الكيان الإنساني. وأتجاسر وأقول أمام حضراتكم أنه بدأ يفقد إنسانيته، وبدأ الإنسان يتخلى عن الإنسانية، الصورة الجميلة التي أرادها الله يوم خلقته. فقد خلق آدم وحواء في أجمل صورة، وكانوا في سعادة لا يمكن أن نصفها وهم في الحضرة الإلهية، ولكن كل هذا فقده الإنسان. وجاء ميلاد السيد المسيح. ميلاد السيد المسيح قسم الزمن إلى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، وصار ما قبل الميلاد نسميه العهد القديم، وما بعد الميلاد نسميه العهد الجديد. وبدأ الله يفتش عن الإنسان الضائع التائه الخائف الأناني الذي يعبد ذاته، وبدأ الله يضع أمامه علاجات لهذه الضعفات الأساسية الثلاث. عايز ترجع إنسان؟ وعايز تعيش إنسانيتك كما أرادها الله؟ هذه العلاجات الثلاثة يا إخوتي الأحباء تمثلت في أنشودة الملائكة التي أنشدوا بها وقت ميلاد السيد المسيح. وهذه الأنشودة معظمنا يعلمها ويعرفها: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. وهي أنشودة فرح، ولكننا لو تأملنا قليلا سنجدها تقدم العلاج لضعفات الإنسان الذي تغرب عن خالقه. أولا، المجد لله في الأعالي. أنت أيها الإنسان خلقت لكيما تقدم مجدا لله وتسبيحا، ولكن عندما رأى الإنسان ذاته ونفسه، ونفسه كبرت وذاته كبرت في عينيه، اتجه إلى عبادة الذات وعبادة مزاج الإنسان وشهواته ورغباته، حتى أن بعض الفلاسفة قالوا أن الإنسان بئر من الرغبات التي لا تشبع. وصار الإنسان يرى ذاته أنه هو المتحكم في كل شيء. وصار الإنسان مع الاختراعات، الثورة الصناعية ثم الوصول إلى الثورة الرقمية والإلكترونية، صار الإنسان يفخم ويضخم عقله وذاته واختراعاته، وكأنه يقول لا حاجة لي إلى الله. ومع هذا الانتشار الرهيب لذاته بدأت ضعفات كثيرة كلها من الذات السيطرة،
ورغبات تحقيق الذات بأمور ملتوية، وصار الإنسان كبيرا في عيني نفسه، وصار وسقط في بئر الكبرياء، وتناسى الله كثيرا، وحلت به النظرة الأرضية الترابية فقط، ولم يعد يقدم تمجيدا لله. فالتمجيد هو العلامة التي تبين أن الإنسان قريب لله. كيف؟ أنت أيها الإنسان لا تستطيع أن تمجد الله ما لم تكن في قلبك مخافة، وكما هو مكتوب رأس الحكمة مخافة الله. عندما تسكن المخافة في قلب الإنسان يستطيع أن يمجد الله، ويستطيع أن يقف في الحضرة الإلهية، ويستطيع أن يشعر بحضور الله في كل عمل يعمله، ويستطيع أن يستعيد إنسانيته كما أرادها الله في خلقته. إذن يا إخوتي الأحباء، عندما تجد الإنسان يمجد ذاته ويعبدها وينصرف عن الدين ويتجه إلى الإلحاد وإلى رفض الله والبعد عنه وعن وصيته وعن شرائعه، يكون الإنسان قد تغرب بالحقيقة وفقد مخافة الله. في مثل مصري كده بالأمثال المصرية الجميلة اللي بنحبها، يقول لك اللي مالوش كبير اشتري له كبير. ده مثل مصري. فالإنسان عندما تضخمت ذاته في عينيه فقد علاقته بالله. ونسمع عن شرور الإلحاد وشرور الإباحيات وشرور الشذوذ وشرور كثيرة، وكسر الوصية وهدم الأسرة كما أرادها الله. وكل يوم الإنسان عمال يخترع حاجة. طب فين ربنا؟ وصارت النغمة في العالم حقوق الإنسان، وهذا أمر جيد، ولكن أين حقوق الله؟ الإنسان صار يفخم ويضخم حقوقه وتناسى حقوق الله في حياته وفي خلقته. إذن العلاج الأول لأنانية الإنسان وبعده وذاته أن يمجد الله وأن يقدم التسبيح. وكما يقول داود النبي: جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. الإنسان الخائف الله الذي تسكنه المخافة هو الذي يكون مواطنا صالحا في أي مجتمع. الإنسان الذي تسكنه مخافة الله يكون إنسانا أمينا فيما اؤتمن عليه، إن كانت مسؤولية في على مستوى أسرة أو على مستوى مجتمع أو على مستوى عمل، يكون أمينا. المجد لله في الأعالي، قدموا مجدا لله في الأعالي، انظروا إلى السماء دائما وقدموا مجدا لله. الأمر الثاني أن الإنسان عاش في أنانية، شايف نفسه بس، والأنانية دي خلته يتجه إلى ضعفات القسوة والقمع والظلم. نسمع عن الآلام الكثيرة في بلدان كثيرة يصنعها بشر خلقهم الله، ولكن أنانية الإنسان تعميه عن أن يرى الآخر وأن يقبل الآخر. وصارت الأنانية تتحول إلى عنف وإلى صراع وإلى حروب وإلى اقتتال وإلى إرهاب، كلها تنشأ من الأنانية. ولكن ما العلاج؟ العلاج أن يكون الإنسان صانع سلام
وهو أيضا لا يستطيع أن يصنع السلام ما لم يمتلئ قلبه أولا بمخافة الله. كما هو مكتوب أيضا: طوبى لصانع السلام فإنهم أبناء الله يدعون. الصناعات يا إخوتي توجد صناعات خفيفة وصناعات ثقيلة، هكذا يدرسون، ولكن أيضا توجد الصناعة الصعبة وهي صناعة السلام. إنها صناعة صعبة بالحقيقة، ولا يستطيع أي إنسان أن يصنع سلاما وصلحا وهدوءا ما لم يسكن الله قلبه بالحقيقة. لا يسكن قلبه في وقت الصلاة فقط، ولكن يسكن قلبه في كل حياته. الله ساكن في قلبه، الله موجود، هو يشعر بهذه المخافة، يشعر بوجوده أمام الله في كل عمل يعمله. بنقول عليها في تعبيرنا فلان عنده ضمير، أو لما بنقول في التعبير أيضا المصرية نقول له فلان اتقي الله. اتقي الله يعني أشعر بوجود الله، أن الله يرى، الله يراك فيما تصنعه. فصار العنف وكل صور العنف بكل أشكالها الصغيرة والكبيرة لا يمكن أن تنتهي من حياة الإنسان ما لم يحل صانع السلام بأفعالهم. فالذي يصنع سلاما هو ممدوح عند الله، والذي يصنع سلاما في كل مجتمع وفي كل مسؤولية إنما هو الذي يدعى ابن الله، والله يحبه كثيرا. لأننا كما نقول عن الله أنه ملك السلام، فيصير الإنسان صانع سلام أنه يشعر بحضور الله وينفذ مشيئته وإرادته. فالله لا يقبل عنفا على الإطلاق، ولا يقبل إرهابا على الإطلاق، ولا يقبل صراعا أبدا. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث أن الإنسان صار في خوف، خائف، وصار خوفه يلاحقه في كل مرحلة من مراحل حياته، إن كان صغير، إن كان في مدرسة، إن كان في امتحان، إن كان في وظيفة، إن كان في دخول الجامعة، إن كان في زواج، إن كان في إنجاب، إن كان في فشل، إن كان في سن متقدمة، إن كان في مرض، صار الخوف يلاحقه. وما السبيل؟ السبيل بالناس المسرة، الفرح. الله واهب الفرح للإنسان، ويجب أن يكون الإنسان مفرحا أينما حل. وإن عاش أيضا بالمخافة فقدم تمجيدا لله وصنع سلاما بين البشر، فإنه يستطيع أن يقتني عطية الفرح التي نسميها يا أحبائي أن الإنسان يبحث عن سعادته. بتشتغل ليه؟ بدور على سعادتي. بتكون أسرة ليه؟ بدور على سعادتي. بتخدم ليه؟ بدور على سعادتي. السعادة التي يبحث عنها الإنسان، يبحث عنها كل البشر. فعطية الفرح، هذه العطية الغالية، الله يستطيع أن يمنحها لكل أحد، بشرط واحد: أن تسكن المخافة قلبك، وأن تقدم التمجيد لله دائما، وأن تكون صانع سلام. وقتها ستقتني هذه العطية المجيدة التي لا يمكن أن توصف، وتعيش إنسان هانئ البال ومرتاح القلب، وتشعر أن الفرح لا يخصك وحدك، ولكنه يمتد إلى كل من حولك. الجميع يفرحون بسبب فرحك أنت.
قصة الميلاد يا إخوتي الأحباء قصة ليست قصة تاريخية، ولا هو مجرد حدث زمني، ولكن قصة الميلاد التي وقعت في بداية القرن الأول الميلادي هي رسالة إنسانية لكل أحد. أيها الإنسان الذي ابتعد عن الله والذي تاه في دوامات الحياة الكثيرة والذي في أوقات كثيرة يفقد إنسانيته ويتناسى وجوده، أيها الإنسان إن أردت أن تكون حسب مشيئة الله فاطلب أن تسكن المخافة في قلبك، لأنها بداية طريق الحكمة فتعيش حكيما. قدم تمجيدا ومجدا لله على الدوام، اصنع السلام في كل مكان، اصنع سلاما في داخلك في قلبك، فلا تترك الخطية تتملك في قلبك. نقي قلبك، لأنه طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. وعندما تصنع ذلك سوف تنال فرحا على الأرض هنا، وسيمتد بيك إلى الحياة الأخرى، إلى الحياة الجديدة. قصة الميلاد يا إخوتي الأحباء هي رسالة لكل واحد فينا، لكيما ننظر وندبر حياتنا كما اختارها الله لنا. فالله هو الذي خلقنا، وهو الذي أوجدنا، وهو الذي أعطانا الحياة إلى هذا اليوم، وهو الذي عندما أوجدنا على هذه الأرض أوجد لكل منا مسؤولية ورسالة. فالله لا يخلق للعدم، الله يخلق للمسؤولية. وبهذه كلها نمجد اسم الله على الدوام. إنني في نهاية كلمتي أود أن أكرر شكري لفخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، بهذه المشاعر النبيلة وتوجد دائما في حياة البشر، أحداث تأخذ دقائق معدودة ولكنها عظيمة الأثر وغالية القيمة، مثلما زارنا وهنأنا جميعا بهذا العيد. إننا نصلي من أجل كل الذين في المسؤولية على المستويات التشريعية، القضائية، التنفيذية، الشعبية، الأمنية، الدينية. نصلي من أجل إخوتنا المتألمين في العراق وفي سوريا ولبنان وفلسطين وليبيا ونيجيريا وغيرها من الدول. نصلي من أجل إخوتنا وأبنائنا الأحباء الذين قدموا دمائهم على أرض الوطن من أجل أمنه وأمانه. نصلي من أجل كل المجروحين أن يتمم الله شفاهم. نصلي من أجل كل الذين في شدة لكيما يفك الله شدتهم وضيقتهم. نصلي من أجلكم جميعا أن يحفظكم الله ويحفظ بلادنا في خير ونماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.